من هو التونسي، من هو رجل الأعمال، من هو النادي، من هو رئيس النادي اللي كان ينجم يقول لا. وقت النادي الافريقي عام 90 هز البطولة العربية والافريقية، هبط له الملعب وقال له يجي القصن، قالوا له لا. وقت اللي تونس ربحت مصر، جمال الإمام سجل الهدف الأخير في الدقيقة الأخرى، قال لهم جيبوا القصن، مشاو للقصن، ما هذوما كل حشوم في الحبس ماله، ولا نحطوهم في القائمة السوداء هذوما. فماهوش ممكن يعني باش المسؤولين في مستوى هذا يعني يحكيوا حكايات وقت هم يعني. أنا هنا عندي 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 مقال اللي ممكن حتى تونسي ما عنده. عندي مقال هذا اللي السيد اللي كتب الكتاب هذا هو نفسه يدعو التونسيين للتصويت لبن علي. عارف شكون تحكي هوني سي مختار؟ رئيس الدولة مؤقت. ثم ماهوش هو وحده يعني، فما ناس اخرين اللي وقت بن علي جا الحكم قالوا ربي الفوق وبن علي اللوطه. ثم محمد الحامدي اخيرا يخرج كتاب سري مكتوب سري هذايا محمد الحامدي بتاع الخبزه ب100 ولا الكارب الهاشمي الحامدي مش محمد، سامحني. على كل حال هذا يعني لازمنا من بعد نثبتوا نشوفوا مازوما جبتهم معاك. جبتهم معي هذوما يعني هذوما ولو يعني الواحد يثبت فيهم، لكن هذوما موجودين ثبتوا فيهم. كان فما اي حاجه يحبوا يضيفوها الناس اللي توا تسميه مرحبا بهم. هذا فاعتقد اللي يعني ساعه في وقته ماهوش وقته الكتاب هذا كارثه بالنسبه للسياسه، بالنسبه للقضاء، بالنسبه للقانون، يعني خارج على القانون الكتاب هذا انا نشوفه. فالحديث بقايا مازال الحديث